أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الجهر بالإلحاد لمن استطاع إليه سبيلا. طبعا مثل ما بتعرفوا اليوم سبت، ويوم السبت الساعة 5 بتوقيت لندن لقائنا الدائم مع نبينا الغالي سامي الذيب. بالبداية خلونا نرحب بنبينا. أهلا وسهلا فيك نبينا. أهلين بكم وأشرب على صحتك على صحة جميع المشاهدين والمشاهدات على على صحتك يا صحتك عزيز. يا بني، على صحتك وصحة وهنا. تعيش 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 طبعا أصدقائي، بصراحة يعني مثل ما بتعرفوا نحن قناتنا جديدة، قناة جديدة. نبينا شو بتقول بالقناة الجديدة يعني؟ ألف مبروك يا سيدي، من هذا الأحسن منها. بالضبط. يعني هي القناة على دائما بتصير مثل الخمر، كل ما عتقت بصير أطيب، ولكن تمام، عم نجدد القنوات على طول. بس انت يظهر عليك مثل قصب السكر، كل ما كبر كل ما بحلو. تسلم تسلم، كلك زور. يظهر نبينا أصدقائنا وحبايبنا المسلمين هيك عشقوني يعني، من تسكير إلى تحكير إلى ما تبكير وإلى تكبير آخر شيء. أنا شو بده يصير؟ ولا يهمك ولا يهمك ولا طيب يهمك. نبينا، الحلقة الماضية طبعا كنا عم نحكي عن نواقص القرآن، شو عنا اليوم؟ تفضل. تمام، أولا بدي أبدأ برسالة وصلتني من شخصين هدول اليومين بخصوص نواقص القرآن، بخصوص أخطاء القرآن. في واحد كتب لي على الخاص، حقرأ لكم الرسالة، هو مش طويلة. الرسالة الأولى: من التدقيق في كتاباتك اتضح لي بأنها لن تؤدي إلى ما تريد من محاربة الإرهاب، فرفع القداسة عن القرآن أو التراث الإسلامي لن يؤدي إلى ذلك مطلقا، بل بالعكس، بل العكس. أما الذي يؤدي إلى محاربة الإرهاب هو منع الظلم وإقامة العدل وإرجاع الحقوق لأهلها، وعودتك إلى بلدك ودارك التي ولدت بها وطردت منها وحرمت من العودة إليها. وأنصحك بأن تصحح اسمك، فبدلا من النبي الصحيح هو شيطان الإنس سامي الديب. يعني غير اسمي من النبي سامي الديب إلى الشيطان سامي الديب، مو مشكلة. فأنا رديت عليه: أخي الفاضل، أنت حاب تعمل من فلسطين مسبار جحا. يعني ليش انا مع الظلم؟ مو مع الظلم، انا ضد الظلم. يعني خلص شغله عامله، ما نعمل الا بقضيه فلسطين. النجار يبطل ينجر، روح يهتم بقصه فلسطين. الحداد يبطل يحدد، اللي يصلح سيارات يبطل يصلح سيارات، اللي يعمل كمبيوتر يبطل يعمل كمبيوتر، لان هذا مش المهم. المهم انه يدافع عن قضيه فلسطين. يعني شغله عامله، مش عايزين نعمل الا قضيه فلسطين. طيب، المهم عندك أن لا يتم نقد القرآن. ألا يقول القرآن: أفلا يتدبرون القرآن، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. طيب، كل ما يمكنني أن أقوله لك، الله يهديك، شكراً على كل حال على رسالتك. طيب، في واحدة أخت اسمها مريم، وفي ألف النساء اسمها مريم، اسمها مريم مو مشكلة. مرحباً دكتور سامي، شاهدت بعض حلقاتك على اليوتيوب حول أخطاء القرآن اللغوية، ولدي بعض الملاحظات. أولاً، القرآن الكريم قدم مؤخر، يعني التقديم والتأخير، لعدة أسباب، أهمها للتوقيت وكذلك للحفاظ على القافية والسجع. فمثلا إذا انتهت آية بحرف النون، فإن الآية التالية لها يجب أيضا أن تنتهي بالنون أيضا، وذلك لكي يجري الكلام على اللسان بسهولة وسلاسة. فالقرآن الكريم يضطر أحيانا للتقديم والتأخير ليوحد القافية أو السجع للآية مع الآيات السابقة لها.
والآية اللاحقة لها. ثانياً، بالنسبة لقولك وجود نواقص في بعض الآيات، فأقول لك يا دكتور سامي، إذا كان معنى الكلمة مفهوم من سياق الآية فلا داعي لذكر الكلمة نفسها، الأمر سيان. فأنا رديت عليها أختي الفاضلة، إذا كان معنى الكلمة مفهوم من سياق الآية فلا داعي لذكر الكلمة نفسها، ولكن ليس الأمر دائما كذلك، لأنه في بعض الآيات مش مفهومة. ثانيا، يمكن أن تعتبر التقديم والتأخير للتأكيد، ولكن هناك أيضا تضارب بالمعنى بسبب التقديم والتأخير. إن كنت تؤمني بأن القرآن فلا يمكن أن تحكم العقل فيه، ولهذا السبب حاول المفسرون المستحيل لتبرير أخطاء القرآن، ولهذا السبب لا يعترف المسلمون بتلك الأخطاء، هي قضية حياة وموت. فمن يقول بوجود خطأ واحد يعرض حياته للخطر، لقد وجدت في القرآن أكثر من 2500 خطأ. لا أدعي العصمة، قد يكون العدد أكبر من ذلك وقد يكون أنقص من ذلك، وسؤالي كم من خطأ من تلك الأخطاء توافقين عليها؟ نهارك سعيد. طيب، فهي ردت علي، ما بتجاوب على سؤالي، رد علي بغير شيء، تقول لي يا دكتور سامي كتابك ينطبق المثل ينطبق المثل الذي يقول الكتاب يعرف من عنوانه. في مقدمة كتابك تحديدا الصفحة الثالثة بدأت بالكذب والتدليس على القرآن الكريم. أنت ذكرت عدة نقاط حول القرآن الكريم وسارد على وسأرد عليه. أولا، أنت ذكرت بأن القرآن يحث على العنف عنف ضد النساء، وهذا كذب. طب مو مشكلة، وبتكمل تقول يعني أنت بتقول إنه القرآن بيقطع يد السارق ومثل هيك والرجم ومثل هيك، يعني بس أنا قلت القرآن والحديث الذي يجب أن يطبقه بسبب القرآن. طيب، وغيره وغيراته. بعدين بتقول لي بآخر هذا، يا دكتور سامي لا تطلق الكلام على عواهنه، إن لم يكن لك دين فكن صاحب ضمير وأمانة علمية. يعني هي بتعتبر أنا برجل بلا دين، يعني حتى ولا بلا ضمير وبلا أمانة علمية. طيب، فأنا رديت عليها أختي مريم شكرا على التواصل، أنت لم تردي على سؤالي، لقد وجدت في القرآن أكثر من 2500 خطأ، لا أدعي العصمة، فقد يكون العدد أكبر من ذلك وقد يكون أنقص من ذلك، وسؤالي كم من خطأ من تلك الأخطاء توافقين عليها؟ بعد ردك على سؤالي سوف أرد على ملاحظاتك الأخرى. نهارك سعيد. فهم علي؟ هم بتشتتوا، بتكلموك في موضوع منرد عليهم في الموضوع بروح لك اتجاه تاني. لك يا أخي أنا سألتك سؤال، أنا وجدت 2500 خطأ، كم واحد بالمية بتتفق معي؟ واحد، اثنين، ثلاثة؟ بعدين نشوف. نبينا هاي المشكلة، إنه لفوا دوران، يعني ما بيجاوبوك، يعني تمسكهم مثل الزيبر، تحاول تمسكهم من طرف، طب جاوبوني على سؤال، لا بلفوا بيدوروا بلفوا بيدوروا على يعني ما بعرف السبب الرئيسي. بطبيعة الحال أنا بعرف جوابها، هي حتقول لك أنا بعترفش ولا بأي خطأ، هي بتقول لك ما بعترفش بأي خطأ. فالحال هاي بقولها يعني واضح أنت ما بتحكم العقل، أنت بتحكم شعورك وعقائدك، لأنه معروف لو اعترفت بخطأ واحد بيقطعوا لها راسها، يعني هذا واضح. فبالحالة هاي الشخص اللي هو يخاف من يقول اللي يعني اللي ما يقدر يلجأ لعقله، حتناقشه على أي أساس؟ هو بيأمن بشيء أنا لا أؤمن فيه، فيعني هو بواد وأنا بواد، ما في مانع تآمن، بس ما تيجي تنادين من الواد هذاك وأنا بواد آخر، لا، يا بتيجي عندي يا بروح عندك. أنا القاعد قواعد ما بتهمني، إن شاء الله بتآمن بالكرد،
هذا هذا نصيبتك او نصيبك اللي تريده. عكلنا هل واحد منا اختار دينه؟ لا، واحد بوذي عائله بوذي بصير بوذي، عائله مسيحي بصير مسيحي، عائله يهوديه بصير يهودي، عائله مسلمه بصير مسلم، عائله كروت بصير كرد. فاهم علي؟ هي الواقع. فيعني انا ما بلومه، بس يعني اهو اذا احنا بدنا نجادل بالعقل نلجا للعقل. الشيء الوحيد اللي بيجمعني انا وانت اخي مو الدين، العقل. فاحنا ما بنناقش بالعقل، بدك تجادل بالدين الشيخ موجود بحدك، روح اساله هو. انا ما دخلني به، انا ما دخلني بقصص هذول العجائز. اوكي، هلا احنا حنرجع نرجع في واحد استاذ اخر، استاذ جامعه انا ذكرته سابقا بس يستحق انه واحد يذكره، استاذ جامعه اردني بعثت له انا كتابي عن اخطاء القران هديه يعني، اقول له هو بعلم اصول الشريعه وبعلم القران في الجامعه الاردنيه، يعني اضعف الايمان، يقول لي انا أخطائي هي الآتية، ما دام إنه هذا تخصصه يفيدني. فهو شو جاوبني؟ أخزاك الله يا عدو الله، من أنت مقابل العرب الأقحاح الذين ما كان منهم إلا التسليم بأنه ليس كلام بشر، ما تذكره وذكره القاصرون أمثالك هو وجه من وجوه تحتملها اللغة، هداك الله للحقيقة. فأنا قلت شو أجاوبه هذا؟ يعني أرد المسبة بالمسبة ما بنفع، يعني إذا كلب بعضني أروح أعضه ما بنفع. هاي بالفعل معك حق، يعني ما تقدر تعضه، ما هو ما بطلع بيدي راح أعضه، إذا كلب بعضني ما بعضه، ببعد عن طريقه. السلام عليكم ورحمة الله. أي شو؟ فأنا جاوبته كنت أنتظره شكرا، لأنه أنا هديته الكتاب مجانا، حقه $50 أخي الكتاب، $50 ثمن الكتاب، أنا هدية مجانا عن روح إمواتي. فاهم علي؟ هو بيقول لي أخزاك الله، هل هذا من أدب الحوار؟ ويصدر من أستاذ جامعة دعيب دعيب. يعني أنا قلت له أنا عندي كتاب بدي أبيع لك إياه $50، سيبني قد ما تقدر ما في مشكلة، بس يعني أنا بهديك كتاب تعبان عليك، يعني على الأقل وأنت متخصص بهذا الأمور ففهمني، مش اللي عليك حق، ها؟ إذا أنت بتدعي إنك تعلم فأعلمني. وأنا كاتب إنه أنا مش معصوم عن الخطأ، يا ناس اللي عنده ملاحظة يعطيني إياها. لا، بيقول أخزاك الله يا عدو الله. لك أخي بأي حق أنت تحكم علي؟ بحق أنك تقطع رزقتي يا نبينا، هذا هو الحق. بطبيعة الحال لو بعترف بوجود خطأ ثاني يوم بكحشوه من الجامعة. واضح. عايز تقطع رزقتي يعني. أوكي، يعني مش أنا أبين لكم أنه إزاي بتحاوروا الناس هدول، يعني عقل اتقي شر من أحسنت إليه. اوكي يا اخي الفاضل، هلا احنا في الحلقات السابقه بعض الحلقات السابقه تكلمنا عن نواقص القران، وقلنا انه نواقص القران هو نوع من انواع اخطاء القران اللغويه، نوع من اخطاء القران اللغويه. وكلمه لغه تؤخذ ليس بالمعنى الاعراب والصرف والنحو، لا، اللغة يعني بالكلمة اليونانية لوغوس، يعني اللغة، لغة المخاطبة. أيوة، واحد بيحكي لك شيء ناقص بعض عناصره مش هتفهم الجملة، فتقول له أخي شو القصة؟ وضح لي، مش فاهم عليك. ها، طيب، فاحنا توقفنا عند الصورة 34، واحنا هناخذهم واحد بعد الثاني. علشان ليه؟ لانه عامه احنا نقرا القران بالكيلومتر، ما بننتبه له، ومعتادين عليه. واحد برتل الشيخ صوته حلو
تدمن على صوته، ايوه بتصير تهلل، فاهم علي؟ الله الله يا شيخ، فاهم علي؟ احنا مو قصدنا هيك. اذا واحد فكر انه جاء على حد على استمع ببغاء، هو غلطان بالعنوان. احنا على نبيل، القبلة. قبل ما ندخل بالموضوع، هل تجيد ترتيل القرآن؟ ترتيل القرآن؟ لا، انا برتل في الكنيسة. لا، أنا أريد أسمع صوتك وأنت تقرأ القرآن، لا يعني لا لا أصير. لا، انا اذا بتحب برتل لك ترتيل الكنيسة اللي عندنا. برتل منيح. معلوم كنت ارتل بالكنيسة. ايوه، ثاني مرة بحضر لك غنية على اغنية ترتيلي دينية على مزاجك، فاهم علي؟ الأسبوع القادم خلاص، اول بداية الحلقة حبدأ لك بترتيل ديني من عندي، فاهم علي؟ تمام اما تمام انت مسلم فبترتل القرآن تاعك. انا اخي ما تعلمت ترتيل القرآن وما دخلني في هذا الامور، يعني وصوتي يعني بلبك للاغاني للترتيل المسيحي لانه تعودت عليه من صغري. لا تنسى اني كنت بدي اكون رجل دين مسيحي، لكن كحشوني، واو، لكن كحشوني. ليش؟ خير خير، مشاغب كمان عينيك. لا تعرف ماني قلت لك القصة. أنا لما درست من عمر 11 ل 15 سنة في مدرسة لتصنيع الكهنة الكليريكية، فاهم علي؟ فبعد 4 سنين دراسة رحت على عين أهلي مشان العطلة الصيفية، 15 يوم بالسنة كانت على عيد الميلاد، فعطوني رسالة لرجل الدين تاع القرية تاعتي. أعطيها رسالة لرجل الدين تاعي القرية تاعتي. فأنا في الطريق في الباص فتحت الرسالة، فشو مكتوب بالرسالة؟ هذا الولد غير طبيعي، خلي لكم إياه في القرية. وهيك خربوا بيتي. ايه بس انت الوحيد اللي سمعتها، ما تحكي لغيرك يفضحوني. أكيد 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 نبي نتكلم. ارجوك يعني لا تفضحنا، بتصير فضيحة عليها شهود. الحاصل فانا كنت ارتل. ايه الحاصل الان يعني اهو، بس بيني وبينك هم حق معاهم. حق معاهم، هم عايزين ناس نظاميين. بالضبط، ما بدهم مشاغبين لا يعني. ما بدهم مشاغبين، هو المسيحي بحاله لو يجي على الكليركي بطردوه. بالضبط صحيح. المسيحي بذاته لو بيجي على الكليركي يصير خوري، فاهم علي؟ بعد اسبوعين بطردوه. قل انت من وين جاي؟ من وين جاي؟ من وين جاي؟ باب رزق، رح يقولوا له هاي الكنيسة باب رزق يا مسيح، ما هو لازم. ايوه، فانت شو جاي تقطع رزقنا؟ المسيح كان يحب يطشش شمال يمين، يحكي قصص مثل هيك. هم عايزين ناس يواظبوا على الدراسة، يدرسوا لاتيني فرنسي انجليزي ايطالي ومثل هيك، يدرسوا فلسفي ولاهوت، والمسيح ما عنده خلق يدرس. ثاني يوم بيطردوه، المسيح بذاته بيطردوه، فيعني شو بالك بي انا؟ يعني ما طلعت احسن من المسيح، منيح. طيب هلا كان لازم نروح على الصوره 35 بالتسلسل التاريخي، وهي صوره البلد، لكن ما فيش فيها نواقص تذكر، فاحنا حنروح على الصوره اخي الفاضل 36. وعلشان تشوفوا الامر انا حشارككم بالشاشه علشان يسهل عليكم متابعه الامر. اسهل لكم. فاهو عزيزي الفاضل، هلا اهو الصوره انا حاطط لكم اياها. اولا هاي الطبعه، هاي كتابي اخطاء القران، تحملوها مجانا. اذا عندكم فلوس اشتروها بيكون افضل، بس مش ضروره. المهم انكم مش هتقدروا تتابعوا، لكن لن تجدوا الالوان، لانه هاي الالوان الاحمر انا وضعتها لكم للحلقه علشان سهل عليكم فهم اللي بقوله. طب اوكي،
هلا يا سيدي الفاضل، الصورة هاي بدايتها فيها نقص حسب المفسرين، مو أنا. أيوة، بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق. فناس قالوا هذا إلحاد، إنك كفر إنك تحلف بالسماء، والطارق هو النجم، يعني هذا وثنية، ما تقدر تحلف والشمس، لا ما يصير، لأنه أنت ما بتعبد الشمس، أنت بتحلف بالله، ما بتحلف بشو اسمه، إذا يعني أنت وثني. فهم قالوا إنه هذه الآية ناقصة أصلها، ورب السماء والطارق، ورب السماء يعني أحلف برب السماء والطارق، لأن لو تخليها مثل ما هي معناته أنت وثني. وفعلا جاءت في آية أخرى تقول فورب السماء والأرض، هناك صحيحة، هنا جاءت خطأ. فهمت علي؟ وضح الأمر، يعني برهان من القرآن إنه الآية خطأ، لأنه في آية أخرى نحن نقارن بين الآيات ونشوف التناسق ما بينها ونفكر. إذا تقول والسماء والطارق معناته أنت وثني، تحلف بمبصير يعني، وهبل وغيره من الآلهة مبصير، فهم علي؟ واللات والعزة ومنى ما بنفع. فالسريين قالوا إنه هاي فيها خطأ، أوكي. والقرآن في ذاته قال فورب السماء والأرض، هاي صحيحة، حلف بالله مو بالسماء مو بالنجوم، ما بينفع بالأرض، ما بينفع. أوكي، هلأ يعني وضح الأمر لكم، وضح الأمر يعني لكم، مو تقولوا لي إنه أنا جايبها من عندي، هاي دليل بالقرآن ذاته إنه هنا خطأ. إحنا هنكمل. طيب في آية أخرى تقول لك، الآية الثامنة إحنا نقرأها مع الآية، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر. إنه من إنه على رجعه لقادر. فالجلالين قال إنه ها لازم تفهمها، إن الله على رجعه لقادر، علشان تكون واضحة، ما تقدرش تشك في مين اللي يرجعه، أوكي، لا تفكر إنه الشيطان هو اللي بيرجعه، ما بينفع. فيعني الجلالين، وممكن تقول مفهومة، أوكي إنه على رجعه لقادر، لكن أخي ليش تخلي الإبهام؟ ليش تخلي الإبهام؟ لأنه البلاغة هو توصيل الفكرة دون إبهام. أوكي، نكمل. هلا نروح على الآية، طيب هذه الآية غريبة عجيبة، احنا نروح على السورة 37 الآية 30، وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر. فالمفسرون قالوا هذه الفقرة دخيلة جاءت للمحافظة على السجع مستقر، لأنه نشوف بالآية قبل وأن يروا آية يعرض ويقول سحر مستمر ثم مستقر النظر مستقر إلى آخره، يعني للسجع. طيب، قد جاءت عبارات نبأ مستقر في الآية، آية سورة 55-67، وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل، لكل نبأ مستقر وسوف كل نبأ مستقر وسوف تعلمون. وجاءت عبارة عذاب مستقر في الآية، ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر. وابن عاشور يرى هنا أن النص ناقص وتكمل، واقترب كل أمر مستقر.
لأنه وكل أمر مستقر ملاش معنى اعتبر هو. ابن عاشور الله يرحمه، ما تجوش تقتلوني، أهو المصدر أمامكم. طيب، لأنه كذبوا واتبعوهم كل أمر مستقر، قالوا شو يعني ملاش معنى، يعني هذا بسموه الحذف والتقدير. طيب هل نكمل؟ ولقد، نقرأ الآية الرابعة قبل الخامسة، وقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر، حكمة بالغة فما تغني النذر. فالمنتخب قال يعني إيه بالغة؟ منتخب هو تفسير الأزهر، فهو أضاف عليها حكمة بالغة غايتها فما تغني النذر، لأنه بالغة مش واضح، بالغة شو؟ ممكن تقول حكمة بليغة، أوكي، بس إذا قلت حكمة بالغة فيجب أن تبين بالغة شو، فهمتي؟ وهذه الإضافة ليست من عندي، أخت مريم تقول لك واضحة. طب إذا كان واضحة ليش المنتخب يضيف كلمة؟ شو الغاية منها؟ يعني فسر الماء بعد الجهد بالماء ما بالفاء. طيب هلا بنروح على الآية العاشرة. فدعا ربه إني مغلوب فانتصر. فانتصر يعني شو؟ فانتصر. ابن عاشور كان هاي الآية ناقصة، إني مغلوب فانتصر لي، هذا ابن عاشور بيقول لك هيك. فانتصر يعني انتصر، شو يعني انتصر؟ أنا مغلوب، تعال انصرني، فانتصر لي، ما علي. هذا من جديد ابن عاشور. ابن عاشور لغويا قوي جدا، يعني هو بركز كثير على الحذف والتقدير، لكن ليس الوحيد، لكن هو أظن تفسيره 25 مجلد، تفسير تاعه 25 مجلد. ما تقول لي هاي انت تفكرها بالسهل تجدها، لا، ده انت لازم تبحث ب 25 مجلد فين النواقص، يعني انا ببعت ليها بدقيقة، انت تتصور الوقت اللي مجبور انت تقضيه وانت تبحث عن عن الأشياء، ومو في تفسير فيها، لا في التفاسير، لازم تعرف شو اللي تختاره. طيب اوكي، نكمل يا سيدي. طيب الآية 20، تنزع الناس كأنه معجاز نخل منقعر. طيب إن الآية اللي قبلها، إن أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر، تنزع الناس كأنه معجاز نخل منقعر. تنزع الناس لأنه تنزع جاءت في آيات أخرى في معنى آخر، فعلشان يكملوا فشو اسمه، في المنتخب كملها كالآتي: تنزع الناس من أماكنهم، تنزع الناس من أماكنهم كأنه معجز نخل. فواحد يقول لك لا، كمان هاي الآية فيها نقص آخر، تنزع الناس، أيوة، فتركهم كأعجاز نخل منقعر، لأنه بقول لك هو مكي، هذا مفسر شهير. لن ندخل بالأخطاء الأخرى، إحنا يهمنا هنا النواقص.
تنزع الناس من أماكنهم، فتركهم كأعجاز نخل منقعر. أوكي، هذا رأي مكي، مو رأيي، نتفق. النقص الأول كملوا المنتخب، النقص الثاني كملوا صاحبنا مكي، أو مفسر شهير. طيب، فتنادوا صاحبهم فتعاطى فعكره. إذا بتأخذ هيك أقول لك شو يعني فتعاطى فعكره، شو يعني؟ شو تعاطى؟ ملاش معنى، ملاش معنى. فجاء المنتخب كملها، فتعاطى السيف، يعني أخذ السيف وعكر شو؟ فعكر شو؟ فعكر به الناقة، فتعاطى فعكر. لأنه حيقول لك بس الآية مختزلة جدا وممكن تؤدي إلى عدة معاني، فيجب أن نكملها. وهذه التكملة من المنتخب تاع الأزهر. اللي يدعي إنه هذه الإضافة لا حاجة لها، هقول له طيب اشرح لي هاي الآية من دون ما التكملة تعطي، مش هيعرف، مش هيعرف. فما تتفلسفش علي أختي مريم، إذا أنت سامعتنا لا تتفلسفي علي. هاي الأزهر اللي كملها، مش راضي من الأزهر، الأزهر بحدك كلمة الأزهر. إن نقرأ الآية 14، إن أرسلنا عليهم حصابا حاسبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندك، من عندنا. مكي قال نعمة من عندنا، يعني شو هو راح كملها؟ تلك نعمة من عندنا. أوكي، تلك نعمة من عندنا، هو مكي مو تكميلي أنا، تكميل المفسر اللي اسمه مكي. وما الآية 50، نقرأ الآية 49 قبل، إن كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح البصر. فابن عاشور بقول لك إنه هنا في نقص. نقص إيه يا ابن عاشور؟ قال وما أمرنا إلا كلمة واحدة. كلمح البصر. في الآية السورة 70 الآية 37، ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب، إن الله على كل شيء قدير. طيب، هاي للمقارنة، مو مشكلة، نكمل يا عزيزي. السورة اللي بعدها 38، سورة صاد. تشوفت شو اسم السورة؟ اسمها صاد. تعني ايه صاد؟ يعني مثل ما انا بسلميك ألف باء، اخي ألف باء، يعني شو؟ هذاك اسمه ياسين وهذاك اسمه طه. اسماعيل ياسين، بيفكروا ياسين ده اسم، لا هذول حرفين، مثل ما تقول اسماعيل الف باء. وهذا طه حسين، طه يعني الف باء حسين. بس هاي تبين انه الصاد هنا رقم للصورة، لأنه كان باللغات الشرقية وباللغات السريانية واللغة اللاتينية الأرقام كانت أحرف. أنت شوف اللاتيني، الخمسة هي V،
فاهم علي؟ والستة في مع مع واحد مع اي اي فاهم علي؟ والعشرة هي اكس فاهم علي؟ فهنا يبين انه اسم الصورة صاد يعني صورة رقم ما اعرفش ايه تركيم يعني هو تركيم للصور. طب هاي الصورة بتبدأ بصاد يا اخي يعني شو صاد؟ ملهاش معنى صاد فاهم علي؟ يعني صاد يعني مسطول صاد ملهاش معنى. والقرآن ذي الذكر. طيب هنا بيحذف والقرآن ذي الذكر، طب فين جواب الشرط؟ ما فيش جواب، الشرط ناقص. والقرآن ذي الذكر مثل ما أقول لك، والله والله يا جان إني بتيجي عندي حطعمك علكة أما بقول لك والله والله يا جان إني بتيجي عندي بتقول لي شو يعني بدك تطعميني طعميني معكروني. فجواب الشرط غايب، فالمنتخب أضاف إليها جواب الشرط والقرآن ذي الذكر إنه لحق لا ريب فيه. يعني الآية فعلا طار نصها، اللي كتب القرآن كان مستعجل أكل نصها ابن الحلال، ما كانش ماكل فطار. في منهم قال لا جواب الشرط هو في الآية 14، لك شو جابها 14 لواحد؟ فإحنا هنقرأ 14 مش ممكن. فبصير شو؟ صاد والقرآن ذي الذكر إن كل إلا كذب الرسل فحق عذاب. يعني بتروح من واحد إلى 14 حتى تجي جواب الشرط. هذا النحاس بيقول هيك. أما المنتخب اللي عملوا الأزهر لا أضاف حالا. فأنت لما تقول لي إنه هذا القرآن بليغ بقول لك لا لا، أنت بتضحك على نفسك ولا شو؟ تهبل ولا مستهبلنا؟ يعني واحد أنت عبيط ولا مستعبط مثل ما بقول إخواننا المصريين فاهم علي؟ ابن الهبلة ثلاثة ابن الهبلة ستة. لما شيخ الأزهر بيقول لك إنه القرآن كتاب بليغ كله أنت ابن هبلة يعني لما كانت تقول أمي يا ريتك ولدت حرزون يا ريتك ولدت حرزون لكان دخلت السلسلة وطلعنا منك طيب في الآية السادسة تقول وانطلق الملأ منهم أن أمشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. المنتخب قلق إنه هاي الآية مش واضحة. منتخب الأزهر دقوا بركبة الأزهر ما تدقوا بركبتي. تفسير الأزهر المنتخب موجود على الإنترنت وهو الرابط تاعه، ما تتهموني بأي شيء. كملها إزاي؟ وانطلق الملأ منهم يوصي بعضهم بعضا أن أمشوا على طريقتكم واصبروا على آلهتكم. يعني الآية من دون هاي الزيادات مش هتفهم شو يعني وامشوا. فالمنتخب قال إنه هذه الآية كما هي غير مفهومة، فأضاف لها عناصر اللي من دونها مش هتفهم الآية.
أرجع أقول الأزهر أهو، الرابط أمام عينيك، لا تقعد تتهمني بكلام فارغ. إيه أنا ما بجيب شيء من عندي. أوكي نكمل يا سيدي. الآية 22، إذ دخلوا على داود ففزع منهم، قالوا لا تخف، خصمان بغى بعضنا على بعض، فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط، أيوة، واهدنا إلى سواء الصراط. طيب فهو احنا لن ندخل في الأخطاء. إذ دخلوا على داود ففزع منهم، قالوا لا تخف، خصمان هم أصلا اثنين، فبدأها بالجمع. إذ دخلوا، إذ دخلا أصلا على داود ففزع منهما، قالا لا تخف، نحن خصمان. يعني مش هندخل كل الأخطاء الموجودة، احنا فقط نشوف النواقص، فهمت؟ يعني الآية فيها بلاوي أخرى. طيب طيب نكمل يا سيدي. هلا الآية 24، قال لقد ظلمك بسؤالك نعجتك، إلا نعاجه. سألك نعجتك إلى نعاجه، يعني شو؟ قال له هاي ملهاش معنى. فإيه المنتخب كملها؟ لقد ظلمك بسؤال نعجتك، أيوة، بسؤال نعجتك مع نعاجه، أو أن تقول ليضمها إلى نعاجه. يعني يا إما هناك خطأ إلى لازم تحولها إلى مع، أو تقول إنه عندنا نقص فبصير ليضمها إلى نعاجه. طيب هنا هذه الآيات، هذه الجزء فيها نواقص الله، لن ندخل فيها لأنه لازم ترجع للنص اليهودي حتى تعرف من شو القصة هاي. أنا أحكي لك إياها بالمختصر المفيد. هذا داود ابن الحلال كان طالع على سطح البيت، شاف مرة حلوة بالبيت اللي بحده، قال مين هاي الحلوة؟ قال له والله هاي زوجة القائد الفلاني بالجيش تاعك. راح شو؟ بعت أوامر حطوه في الجبهة الأولية علشان يقتل. أخذ المرأة وعمل السبعة وذمتها، فهم علي؟ فشو النبي نتان عملوا شو؟ يؤنب على فعل العاطل. فقال له جاء عنده، قال له يا داود بدي أحكي لك القصة. قال له شو؟ خبر. قال هذا واحد غني كان عنده 100 نعجة، واحد فقير حاط عنده نعجة مشان يرعاها مع غنماته. أجا الغني، أجا ضيوف بده يذبح له نعجة، فشو راح؟ ذبح نعجة الفقير. فداود انجن، قال موتا يموت، ابن الحرام عنده 100 نعجة
وانت راح ما وجد الا هذا نعجه الفقير ياكلها. فناتان قال له هذا اللي عملته يا داود، انت عندك 100 نعجه، روح تاكل نعجه الفقير. هاي هي القصه، بس القران بيحكيها بصوره سريعه، اذا ما بترجع لنص القران مش حتفهم. فهو حكاها بصورة أخرى، لكن هذا هو مصدر القصة هاي. إذا تقرأها لحالها هيك ما تفهم. من هنا ضرورة تعرف من وين جت القصة. فهمت علي؟ أوكي. أوكي، فهمت علي شو القصة؟ طيب، هلا نكمل يا سيدي. في الآية 29 بيقول كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. نحن ذكرناها في بداية الحلقة، مش هيك؟ ابن عاشور قال هذا كتاب أنزلناه إليك مبارك. فهمت؟ لأنه كتاب أنزلناه إليك مبارك، قال هذا ما بينفعش. فابن عاشور أضاف لها هذا كتاب أنزلناه إليك، ولا مش واضح؟ أعيد وأكرر، ابن عاشور بيقول هذا، اللي ما سمع يسمع. الآية 32 فقال، يعني سليمان، إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. توارت بالحجاب، شو يعني؟ شو اللي توارت بالحجاب؟ مرته اللي تحجبت يعني؟ ايش معنى؟ فالزمخشري فسر كبير قالت حتى توارت الشمس بالحجاب. فهمت علي؟ أما توارت بالحجاب، مين اللي توارت بالحجاب؟ مش واضح. طيب نكمل يا سيدي. طيب، ردوها علي فطفق مسحا بالسوق. مسحا بالسوق والعناق. مسحا بالسوق والعناق. شو يعني مسحا بالسوق والعناق؟ يعني قاعد يحلس عليها، مثل ما يقول يفرك لها ركبتها ويفرك لها اجريها. قال لا، ولا ايه؟ فطفق مسحا بالسيف بالسوق والعناق، يعني بدأ يقطع روسها وجريها. فهموا هيك؟ لكن المنتخب قال لا، فأخذ يمسح سوقها وعناقها ترفقا بها وحبا لها، يعني صار حلس بها. طيب، لهيك احنا بنشوف انه الآية ناقصة، لأنه كل واحد منه فهم على طريقته. لو أضفت كلمة ليها كلام ارتحنا، انجبرنا نعطيها تفسيرين متناقضين. واحد بيقول لك لا، صار يحلس عليها يعني يدلل بيها، والثاني بيقول لك قطع بروسها. دانا معنيين متناقضين تماما، لكن علشان الآية مختصرة ما حدش فهمها، فكل واحد كملها على خاطره. فما تجيش تقول لي لا هذا بلاغ، لا لا ابن هبله، لا ابن هبله، لا. طيب، الآية 42 اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. فشو يعني اركض برجلك هذا مغتسل بارد؟ فقالوا اركض برجلك يعني تعني
اضرب برجلك الارض. ما حدش يفهم اركض برجلك، ما حدش يفهمها. لا لا، ده من عنده، ده من عنده، ده جلالين فسرها هيك. اضرب برجلك الارض، اركض برجلك الارض. لا، ده ممكن تقول اركض برجلك يعني اقعد اركض بجريك، اما شو هذا اضرب برجلك الارض؟ لا يا ابني، ما ينفعش، ما ينفعش كده. فمنهم قالوا لا، اذا انت اركض برجلك الارض يعني. بس هنا محتارين، هنا فعلا ايه، كل واحد حاول يفق على طريقته. طيب، في الآية 43: ووهبنا له أهله ومثلهم معه رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. ووهبنا له أهله ومثلهم معه، ملهاش معنى. ليه؟ لأنه أصل القصة إنه هذا صاحبنا أيوب، الله بده يمتحنه، بعث زوبعة ريح قوي فهدم البيت على مرته وولاده، يعني موتهم كلهم. هذا التوراة بتقول هيك. فصبر أيوب، فربنا جازى على صبره ووهبنا له عوض أهلي ومثلهم معهم. هنا بيكون لها معنى، يعني عوضنا عن اللي انقتلوا. ووهبنا له أهله ومثلهم، ملاش معنى هنا. فواضح إنه الآية ناقصة. فهمت علي القصة أخي جان؟ أوكي، لأنه إذا بترجع لأصل الآية تفهم إنه الآية خطأ. طيب، الآية 44: وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. يا أخي شو معنى هاي الآية؟ فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. القصة هي إيه؟ إنه أيوب زعل على مرته، قال والله إلا أضربك 100 عصا، 100 ضربة، فاهم علي؟ والله لا أضربك 100 ضربة. بعدين تندم، قال لي حرام، ليش أقعد أضربها؟ لكن أنا حلفت، ما أقدرش أرجع عن اليمين تاعي، ما ينفعش. فهنعمل شو؟ فقال إنه الله ظهر له، قال له يا صاحبنا، أنت مش ضرورة إنك تنقض الحلف تاعك، ترجع عن الحلف تاعك أو تخون الحلف تاعك، فخذ بيدك ضغثا فاضرب به زوجتك ولا تحنث. شو هو ضغثا يا أخي؟ تتفهم شو معناته ضغثا؟ جان، انت ابن الشيخ وامام، شو يعني ضغظن هذا؟ يعني تاخذ ضمة حشيش، وضمة العشيش فيها 100 وحدة، فانت بتضربها ضربة واحدة مثل هيك، كأنك اعطيتها 100 عصا، وهيك ما خانش العهد تاعه. تعرف انه في القانون الايراني، اللي يزني مع مرأة هو غير محصن يجلد 100 جلدة، لكن لنفرض انه صحته ما بتتحمل 100 جلدة، كيف نساوي بيه؟ لو نضربه 100 جلدة بموت، بس الهدف من الجلد مو موته، هو قصاصه. فالقانون الإيراني اعتماداً على هذه الآية قال شو؟
بتاخذ غصن في تاع نخل هاي وفيها 100 جزء مش هيك او شيء، وتضربه ضربة واحدة فكأنك اعطيته 100 ضربة وخلص. على اساس هذه الآية، فهمت علي؟ القانون العقاب، قانون العقوبات، الإيراني بذكر هيك، بنص على هيك. إذا لا يتحمل الجاني 100 صوت، تأخذ غصن أو شيء في 100 جزء، أو تأخذ حشيش في 100 قطعة مثل هيك، أو تضربه ضربة واحدة وخلصنا. فهمت علي؟ فهنا علشان تفهم، خذ بيدك ضغطا فاضرب به زوجتك ولا تحنث. يعني علشان تفهم هاي الآية لازم تعرف كل القصة، لازم تعرف البيضة ومين بعضها، أما هيك لحالة مش هتفهمها. فيعني هذه الآية ناقصة من جميع الجهات، بس هم حاولوا يدبروها. المفسرون قالوا هاي ما لهاش معنى، فاخترعوا لهم قصة، وهي القصة غير موجودة في التوراة. هنا المشكلة، فهم اخترعوها على خاطرهم، هذول عندهم يعني خيال عظيم. الحاصلة إن أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار، ذكرى الدار. فقالوا شو يعني الدار؟ إن أخلصناهم، أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار. ذكرى الدار شو يعني؟ المنتخب قال هذه الآية ناقصة. تكملتها إن أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار الآخرة، لأنه في دارين، الدار الدنيا والدار الأخرى. فأنت بتعني شو؟ أوكي. هذا المنتخب اللي أضاف الكلمة. أوكي، هنكمل، هنكمل. هنا الآية 71، إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين. إذ قال ربك للملائكة، هنا إذ، إذا جاءت في بداية الآية هيك ملهاش معنى، فالمفسرون أضافوا إليها كلمة، أذكر إذ قال ربك للملائكة. كل مرة يعني أضافوا إليه كلمة، عامة هيك أم أذكر أو غير كلمات مشابهة حسب الآية، بس هنا أذكر إذ قال ربك. فهمت علي؟ أوكي، هنكمل يا أخي. هلأ منروح على الآية، على سورة، سورة شو؟ الأعراف. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. الجلالين قال هاي ملاش معنى، فراح أضاف لها شو؟ كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج من أن تبلغه لتنذر به، معذرة، لتنذر به أوكي الكافرين وليكن ذكرى للمؤمنين. فهمت؟ يعني أضافوا إلى عناصر كثيرة، عنصرين على الأقل، هنا أكثر أصلاً، لا أكثر من عنصرين، أيوة، علشان الآية توضح. ومجدداً هنا ليس من عندي،
هناك اعتبرها مخربطة الآية، لكن احنا مش هندخل بالخربطات، لا يهمنا فقط النواقص. طيب الآية السادسة: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. في قراءة مختلفة كملت الآية، شو بتقول؟ فلنسألن الذين أرسل إليهم قبلك رسلنا. أيوة، لنسألن المرسلين. طيب نكمل هنا الآية السابعة: فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. قالوا لا، ده الآية ناقصة. ناقصة ايه يا ابني؟ جلالين بيقول لك: فلنقصن عليهم بعلم ما فعلوه وما كنا غائبين. واضح؟ أوكي. نكمل الآية 16: قل فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. هنا نرجع لسورة الفاتحة: أهدنا الصراط المستقيم. هنا لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ده ما بصير مهما عملت ما بصير. ناقص الجملة هاي، فمك كملها: فبما أغويتني لأقعدن لهم على صراطك المستقيم. لأقعدن لهم صراطك المستقيم، لا هاي ملاش معنى، عمل فيها مثل ما تريد، ملاش معنى. في منهم قال لا 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 يا صحيحة، بس ايه؟ قال له ايه؟ لقعدن لهم، يعني لأرصد لهم صراطك المستقيم. لك يا اخي لا، هو ما كاتب لقعدن، دير بالك، لقعدن لهم. وقد فسرها جلالين: لقعدن لهم على الطريق الموصل اليك. برهان انه خطأ. الجلالين لما فسرها قال: فبما أغويتني لأقعدن لهم على الطريق الموصل إليك. فيعني غلط قل لأقعدن لهم صراطك. واضح ولا لا؟ ما تقول ليش إنه أنت جايبة من عندك. أنا أكيد أختي مريم حتقول لي ما فيش فيه ولا خطأ. لا يا بنتي، اعقلي، ما تكونيش بنت هبلة. أوكي، نكمل 18. اليوم أصلاً في واحد أستاذ، في طالب جامعي من شمال أفريقيا، راح يتكلم مع أستاذ اللغة العربية، قال لي: أتحدى كان تأتيني بخطأ واحد لغوي بالقرآن، أتحداك. قال له: أهو اتفضل يا أبوي. فأنا بعت له كتابه، قلت له: أهو في 2500 خطأ هدي لأستاذك. اليوم أستاذ جاء طالب جامعي قال لي أستاذ اللغة العربية، قال: أتحداك أن تأتيني بخطأ واحد. ده استاذ تاعه اما ابن هبله او انه مستهبل. واضح يعني ملاش حل اخر. اهو ده خطا ولا لا؟
إذا ما يقول لي يقول لك لا مش خطأ، تعرف شو ما شو إله لاقص له فقط؟ تجيب عصا وتطصه على راسه حتى يرجع له عقله. ده ما في حل آخر، لأنه رجل غبي. ده رجل غبي. إزاي تتحدى خطأ واحد؟ لك يا أخي، لك يا أخي مو معقول. لا يا أخي مو معقول، مو معقول. ها ها، يعني كان ودي أقرأ لك الرسالة تاعته صاحبنا، مو بس مش عايز أكتبها أفضح الناس. طيب الآية، طيب هل 18 قال أخرج منها مذوما مدحورا، طيب مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. المنتخب قال لا، قل أخرج منها مذؤوما مدحرا، وأقسموا أن من تبعك منهم لأملأن جهنم منك ومنهم أجمعين. الآية غير كاملة. أرجو المشاهدين أنه أنتم ترجعوا للشاشة بعدين وتقارنوا وتشوفوا. أنا حطيتكم إياه بالأحمر، توقفوا الفيديو وتراقب بعينك. فهم علي؟ أوكي. الآية 20 يا سيدي، فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما روي عنهما من سوءتهما، وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. فمكي كملها قال إلا كراهة أن تكونا ملكين. الآية 22، فدلاهما بغرور، فلما ذاقا الشجرة بدت لهم سوءتهما، فلما ذاقا الشجرة قال لا، ما حدش بوك للشجرة، انت عمرك اكلت شجرة انت عزيزي؟ فلما ذاقا الشجرة ما بنفع. يعني لحس الشجرة ذاك الشجرة، فلما ذاك ثمر الشجرة، واضح ولا لا؟ طيب فلما ذاك الشجرة، منيح مو مشكلة، ممكن أكل الشجرة، هو بطلع بتصير، ما في مانع، ما يعني ما عندي مانع أنا أكل الشجرة، مبروك عليه. طيب هلا الآية 29، قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وأدعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون. وأقيموا وجوهكم، يعني شو أقيموا وجوهكم؟ جلالين قال هنا ناقص، وأقيموا وجوهكم لله عند كل مسجد. أوكي نكمل يا سيدي، نكمل، احنا مش هنطول عليكم، يعني هخلص هذه الصورة وبعدين نشوف الأسئلة اللي في أسئلة. ولكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ولكل أمة، هلا البيضاوي كملها، البيضاوي مفسر شهير يقول ولكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون عنه ساعة ولا يستقدمون عليه. واضح؟ أوكي نكمل.
36 والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ابن عاشور كملها والذين كذبوا منكم بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار. ابن عاشور اللي بيكملها هيك كمل قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا أداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولهم ربنا هؤلاء أضلونا فإنهم عذابا ضعفا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. هو كملها ازاي؟ الجزء الأول يقول إيه؟ قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها السابقة إياها في النار في الدخول في النار. شوف يعني ضاف إليها عناصر كثيرة كتير كتير. طيب الجزء الأخير قال لكل ضعف قال لكل أمة ضعف لأنه هنتكلم عن أمم كل أمة ضعف. طيب هنكمل ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعد ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ أيوة ده كملها إيه؟ فهل وجدتم ما وعد ربكم من العذاب حقا؟ لأنه لازم توضح إيه القصة. أوكي ممكن تتخلى عنها بس بتكون أفضل تضيفها. الذين يصدون عن سبيل الله هنا أيوة ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون. الذين يصدون الناس عن سبيل الله عن سبيل الله ويبغون لها عوجا ويبغون لها عوجا كما في آية أخرى أو فيها عوجا كما في آية أخرى. يعني في آيات بتقول ويبغون لها أو يبغون فيها. أيوة أوكي نكمل يا أخي نكمل هنا. شو هنا إيه جت هنا الجزء هذاك. طيب هنا الجزء ناقص ما بعرف إيه هلا لازم أشوف هذا القصة شو اللي صار فيه. أوكي لازم أشوف شو اللي صار فيه هنا 39 طيب أوكي هلا نكمل الآية 48 كمل 48 ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون هنا وما كنتم به تستكبرون. ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم به تستكبرون. أوكي الآية 49 شو بتقول؟ 49 أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون.
فكملها تفسير الجلالين: أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينال الله برحمته، ينالهم الله برحمته؟ قد قيل لهم ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. الآية 50: ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقناكم رزقكم الله. فجاء هنا ابن عاشور بكملها: ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو أعطونا مما رزقكم الله من الطعام. لأنه بتفيض الماء وليس مما رزقكم الله، فكمل: أفيضوا علينا من الماء أو أعطونا مما رزقكم الله من الطعام. يعني هم بطلبوا مي وطعام، فكلمة أفيضوا لا تكفي، فيضان مي، فبتقول فيضان أكل. فهمت علي؟ الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. هنا في خطأ: الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وكما كانوا بآياتنا يجحدون. كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا، ما لهاش معنى، وكما كانوا بآياتنا يجحدون. نكمل: هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفع لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل أو نرد، يعني شو؟ أو نرد إلى الدنيا، يعني إذا رجعت على الأرض هنظبط حالنا ونرد، ملهاش معنى. إن رب الآية 54: إن ربك الله الذي خلق السماء والأرض السماوات والأرض في ستة أيام. تعرف في واحد شيخ يخطب بالجامع بيقول الله خلق الدنيا ستة أشهر. جاء واحد قال له: لا يا سيدي الشيخ، ست أيام. قال له: أنا عارفها بس شايفك ليلي. فلقيك ظبطها. طيب، في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشى الليل النهار اطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم. ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلب حثيثا والشمس والقمر والنجوم. يعني شو هذا؟ قال: وخلق الشمس والقمر والنجوم. وإلا لحالة هيك مش هتعرف ليه، شو جاب الشمس والقمر والنجوم هون؟ يعني هنا كان لازم يقول إن ربك خلق الله ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض مثلا والشمس والقمر والنجوم في ستة أيام، ده معقول، بس تحطها لحالها ما بينفع. طيب نكمل يا سيدي، أنا أمل إنه هاي الصورة مش طويلة. أوكي، لأنه طالت علينا، منيح. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين.
هنا قالوا لا ما بينفعش، إن رحمة الله قريب من المحسنين. قالوا هنا ناقصة، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا واحسنوا إن رحمة الله قريب من المحسنين. علشان اللي يكون علاقة بالأخير، إن رحمة الله قريب من المحسنين على أي أساس؟ وادعوه خوفا وطمعا واحسنوا إن رحمة الله قريب. وكان لازم يقول إن رحمة الله قريبة من المحسنين، بس احنا مش هندخل بالأخطاء الأخرى. احنا فقط سعيين وراء النواقص. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا، كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. الجزء الثاني بيقول لا يخرج إلا نكدا، والخبيث لا يخرج إلا نكدا. فقالوا لا، الجزء الأول فيه نقص، يخرج نباته حسنا بإذن ربه، والبلد الطيب يخرج نباته حسنا بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج نباته إلا نكدا. أوكي، حتى تتم عناصره، وهذه التتمة من الجلالين. نكمل يا سيدي، أعمل إنه الصورة مش طويلة، مش مهم. 65، وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. وإلى عاد أخاهم هودا ناقصة، وأرسلنا إلى عاد أخاهم هودا. أوكي نكمل. 73، وإلى ثمود. هنا في كثير من الآيات إلى 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 إلى، ما تعرفش إلى ثمود وأرسلنا. أوكي هنكمل يا سيدي. هنا من جديد، ولوطا إذ قال لقومه هنا ما أرسلنا لك، يقول واذكر لوطا إذ قال لقومه. فهم علي؟ يعني لما بتقع في مشاكل مطبات لازم تكمل مشان ما تخربطش في المعنى. وإلى مدين أخاهم شعيبا وأرسلنا إلى بدينا أخاهم شعيبا. طيب الآية 86، ولا تقعدوا بكل صراط. بكل صراط، شفت بكل ما هنا قلنا تقعدوا صراط، لا تقعدوا بكل صراط، واضح أصححها. توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها، وتبغون لها عوجا أو فيها عوجا. وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين. هنا خطأ بس مش هنتأخر عليه، نذكر وانظروا كيف كانت عاقبة المفسدين، مش كانت عاقبة المفسدين. هنكمل يا سيدي. 88، قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذي آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. قال أو لو كنا كارهين. كملها الجلالين، أنعود فيها ولو كنا كارهين لها. والجلالين اللي كملها هيك،
لو كانت واضحة ما كانش لازم نكملها. نكمل. الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها. الذين كذبوا شعيبا، المنتخب كملها، الذين كذبوا شعيبا هلكوا كأن لم يغنوا فيها، كأنهم لم يغنوا، هلكوا كأنهم لم يغنوا بيها. هذا المنتخب كمل بهذه الطريقة. 94، وما أرسلنا من قرية، أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. هنا مشكلة عقائدية، أنت مش ممكن تعذب واحد إلا إذا أخطأ. فإيه صار؟ قال: وما أرسلنا في قرية من نبي فكذبوه إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. يعني ما بيكفي إنك تبعث نبي، لازم يكذبوه علشان تجازيهم، مو مجرد أنت بعثت لهم نبي تقعد تجازي بيهم، ده أنت بتكون ابن وسخة. فهم علي؟ فهم كملوها: وما أرسلنا في قرية من نبي فكذبوه إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. هاي تكملة من الجلالين، تفسير الجلالين، ارجعوا له. لا تتهموني، لا تتهموني. أوكي، كمل يا سيدي، كمل يا سيدي. وما وجدنا لأكثرهم من عهد. طيب، وما وجدنا لأكثرهم من وفاء عهد. وما وجدنا لأكثرهم من وفاء عهد. هذه تكملة ابن عاشور. من هنا معروف الرصافي قال: إحنا لو عايزين نسمي القرآن اسم نسميه كتاب المعميات. هو قال هيك في كتابه، شو اسمه، نسيت اسمه، مش مشكلة الآن. الحاصل هو بقول لك يعني القرآن ده كتاب معميات، ما فيش آية تخلى من نقص تقريبا، يعني في نقص كتير لازم يعني طلاسم، معميات يعني طلاسم. أوكي. ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملائه فظلموا بها. فظلموا بها. فابن عاشور قال فظلموا بها. لا. فظلموا إذ كفروا بها. فظلموا بها ما لهاش معنى. فظلموا بها. فظلموا إذ كفروا بها. هذه التكملة من ابن عاشور. طيب الحال مريم بتقول لك لا، مش ضرورة تضيفها. لا عزيزي، ما لهاش معنى. ده ابن عاشور بذات وأضافها. هو أضافها هيك يعني عبث؟ لا، ما أضاف عبث. 110، يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون؟ علشان الآية موجودة في مكان معين أضافوا لها، هذا الفراء اللي أضاف لها يريد أن يخرجكم من أرضكم. فقال فرعون فماذا تأمرون؟ الأول احنا هنقرأ الآية كلها، الآية اللي قبلها وهي تفهموا. قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم. الناس قالوا
من قوم فرعون، قالوا هذا لساحر عليم، هذا يريد أن يخرجكم من أرضكم، فماذا تأمرون؟ أنت تفكر إن هم اللي قالوا ماذا تأمرون، قال لا مش هم اللي قالوا، هو فرعون اللي قال. فأضافوا لها، فقال فرعون ماذا تأمرون؟ قالوا أرجي وأخاه وأرسل في المدائن حشرين. فهمت علي؟ وإلا حتظن إنهم هم اللي بيكملوا الجملة. هنا أنا أضفت الأقواس والنقط من عندي، لأن عامة نص القرآن ما فيها دول، مش علشان تفهم، أهو أسلوب للفهم. أوكي نكمل يا سيدي. وألقي السحرة ساجدين، وألقي السحرة ساجدين. فهنا تقبل وألقي السحرة أرضا ساجدين، وألقي رمهم على، وألقي السحرة رمهم على الأرض ساجدين، أو رموا نفسهم على الأرض. 128 قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، والعاقبة للمتقين. بس العاقبة ممكن تكون سيئة أو غير أو منيحة، فالعاقبة ده يعني ملهاش معنى الحالة، والعاقبة الحسنى للمتقين. أوكي الآية 130 ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمار لعلهم يتذكرون. بالسنين، أخذنا آل فرعون بالسنين، شو يعني بالسنين؟ ما لهاش معنى بالسنين. كانت أخذنا آل فرعون بالأعوام، يعني إيه بالأعوام؟ إيه أو بالأيام أو بالساعات، هذا زمن. فهم قالوا وقد أخذنا آل فرعون بسني جدب أو بسبع سنين شداد، كما في الآية الأخرى السورة 53 الآية 48. أما كما هي ليس لا معنى لها، ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ملهاش معنى، ملهاش معنى، مستحيل ملهاش معنى، مهما تدورها مش هتلاقي لها معنى. ولهيك الحلبي أضاف لها بسني جدب أو بسبع سنين انشداد، كما جاءت في آية أخرى. أوكي هنكمل يا سيدي، الله بعينه. فلما كشفنا عنهم الرجس إلى أجل هم بالغوه إذ هم ينكثون. إذ هم ينكثون ماذا؟ أضافوا لها الجلالة العهد. أوكي. وإذ أنجيناكم من آل فرعون. وإذ أنجيناكم يعني شو؟ لأنه هذا جواب شرط، وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم. إذ هذا جواب شرط، ما هو الشرط؟ واذكروا إذ أنجيناكم من آل فرعون، ولا جواب الشرط من دون الشرط؟ واضح. ووعدنا موسى 30 ليلة، ووعدنا موسى تمام 30 ليلة بمعنى رأس 30، كما في آية أخرى سورة 87-51. أوكي هنكمل يا سيدي، هنكمل أعمال إحنا نخلص من هاي السورة، هاي السورة طويلة مثل سنة الجوع. طيب واتخذ موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خورا، ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، اتخذوه وكانوا ظالمين.
اتخذوه ماذا؟ اتخذوه إلها، لأنه اتخذوه، يعني شو اتخذوه؟ فكر إنه ركبوه أو حرسوا عليه أو أكلوه، لا. طيب، إلا الذين اتخذوا العجلة، من هنا من جديد، إلها. الـ135، والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور لهم رحيم بهم. والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور لهم رحيم بهم. نكمل 155. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا. شو يعني اختار موسى قومه 70 رجلا؟ ليش معنى؟ واختار موسى من قومه 70 رجلا. هنا من بلعها؟ من هاي بلعها، لأنه اختار موسى قومه 70 رجلا، لا ملهاش معنى. ابن الهبلة ملهاش معنى، ما تقول ليش إنها إلها معنى، لا ملهاش معنى. ترضى تزعل على خاطرك، واكتب لنا السورة 156، واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة. شو يعني حسنة؟ واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة. شو يعني وفي الآخرة حسنة؟ أوكي، نكمل. نكمل. طيب، وقطعناهم 12 أسباطا أمما، ووحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن أضرب بعصاك الحجر، فانبجست منه 12 عينا. هنا كملوها، أيوة، فضرب فانبجست، قال له اضرب، لسه ما ضرب فانبجست لحالها، لا، قال له اضرب موعيته إلا المي فارت، لا عزيزي، ضربها بعدين طلعت المي، ما فقط انه امر الله وهذاك طلعت المي، ما بنفع. 161. واذ قيل لهم، يعني ايه واذ قيل لهم؟ واذكر اذ قيل لهم، طيب، اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم، وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا تغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين. إذن الآية كاملة ستكون واذكر وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وقولوا منها حيث شئتم وقولوا حطة هنا حطة يعني شو؟ حط عنا ذنوبنا، هيك كملها مصادر مختلفة أو مسائلتنا. طيب، وادخلوا الباب، وادخلوا من الباب، أيوة، وبعدين سنزيد المحسنين، سنزيد ماذا؟ ثواب المحسنين، سنزيد ثواب المحسنين. فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم، فبدل الذين منهم قولا بغير الذي قيل لهم، بدل شيء بشيء. فبدل الذين ظلموا منهم قولا بغير الذي قيل لهم، واضح؟ طيب، وسلهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر. شو يعني حاضرة البحر؟ فهنا تكملة حاضرة قرب البحر،
يعني قريبة من البحر، حاضرة قرب البحر. وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم معذبهم عذابا شديدا. هنا واذكر إذ قالت أمة، وإلا جواب الشرط مش موجود. أوكي. وإذ تأذن ربك، هنا من جديد واذكر إذ تأذن ربك. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون يغفر لنا، وأن يأتهم عرض مثلهم يأخذوه، واغفر لنا ما فعلناه. طيب هنا يغفر لنا، سيغفر لنا ما فعلناه، وأن يأتهم عرضا مثله يأخذوه، ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه. يعني شو ودرسوا؟ وقد درسوا ما فيه. طيب لن ندخل بتفاصيل هذه الآية، هذه الآية مبهمة. احنا نكمل الآية 171 هنا. وإذ نطقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة، واذكر إذ نطقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم قائلين لهم خذوا ما أتيناكم بقوة واذكروا ما فيه. احنا هنشوف كم فيها آية هذه الصورة، وإلا احنا هنظل من هون لبكرة الصبح. لا عزيزي، احنا هنتوقف هون، هنكمل هذه الصورة في الحلقة القادمة. هل هناك أسئلة أخي؟ ذكرني، أنا حاسك أكتب هنا. أكيد نبينا، في أسئلة كثير بصراحة، ويعني طيب أنا بدي أرجع أشوفك. أنا بدي أرجع أشوفك. أيوة تفضل. طيب خلينا نروح على الأسئلة، وبصراحة أسئلة صارت كثيرة. نبدأ من ميكي ماوس، عم بيقول ما حقيقة رواية أن عائشة قالت أن تحت وسادتها صحيفة فيها آيات، فدخل خروف فأكل الصحيفة بعد وفاة صلعم، وهل هذا يعني أن القرآن ناقص لأن الرواية وردت في مصادر موثوقة؟ أوكي عزيزي، علشان نهون عليك، اعمل بيوت عندك. علشان نهون عليك ونهون على نفسنا، خلينا في موضوع الحلقة حتى لا نتشتت، لأنه واحد حيسألني بعدين من الطوفان لليوم شو اللي صار. احنا نركز. انتم شايفين انا باخذ آية بعد اخرى يعني بالتسلسل، فنتعلم من هذه الحلقة كيف نعمل بصورة ممنهجة. فتفضلوا إذا عندكم سؤال، أما بخصوص السؤال هذا ما دام طرح، اعمل ميوت عندك. يلا دقيقة. واضح إنه إذا هذه الرواية يصدقونها، هذه المشكلة. إذا صحيح أكلتها وعارفين شو فيها، ليش ما حطوها في القرآن بعدين؟ هاي المشكلة. تقول أكلتها لكن كانت موجودة فنعمل بها، لك طب كويس ليش ما تضيفها وخلصنا؟ فإذا ما أضفتها شو السر؟ إزاي؟ هذه مسخرة. تفضل. بالضبط، يعني إذا أكلتها وبتقولوا ناقصة، طب رجعوها يعني ما دام بتعرفوا إنه لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب في سؤال من لفنا، عم تقول لافندر، أليس من المحتمل أن يكون تعبير القرآن بهذه الطريقة مع هذه النواقص مفهوما لدى المتلقي في ذلك الزمان؟ أخي
أعملي ميوت من جديد. هذا السؤال لازم تطرحه ليهم مو إلي. أنا على كل حال المفسرين مفسرون أجبروا على إضافة أمور له، وأجبروا لخلق نظرية جديدة. أنا ما كنت عايش بزمن محمد، إن كانوا فاهمينه هم هذا شغلتهم. هلا عندك مو مفسر، 100 مفسر ما فهموا. معقول إنه البدوي اللي بيشرب بول البعير يفهم أكثر من المفسر؟ يعني مو معقولة، يعني شوية واقفة. معقول يعني هذا الجلف بزمن محمد اللي هو أصلا نص القرآن ما كانش متوفر، فازاي تقول كان يفهمه؟ هو كان قاعد على مكتب يدرس؟ ما كانش قاعد على مكتب يدرس، هذا كل شغلته السبي والغزوات والبيع والشراء هيك فقط. فما تقول لي انه كان فاهمه، ازاي ممكن يفهمه؟ هل القرآن كان متوفر تحت ايده اصلا؟ هل كان عنده مكتب وعنده كهرباء هيك يضوي عليه، فاهم علي، ويقعد يشوف النص؟ مو معقول، يعني مو معقول. لا لا، واقفه شوي. لا لا، بالتأكيد. طيب خلينا ناخذ سؤال آخر من الأخ الياس، عم بيقول هل السورتين اللي عند الإيرانيين مزورتين أم حقيقيات وتم حذفها، وهل يوجد دليل على أنهما حقيقيتين؟ إن صحة حقيقتهما يعني دليل أثري أو ما شابه. أوكي، أنا حجاوبها. إحنا تكلمنا عن هذا الأمر في حلقات سابقة، نرجع لها. نواقص القرآن ككل، نحن هنا نتكلم عن نواقص مضمون الآية، كل آية بحدها. احنا قلنا حلقات سابقة، نكرر ما في مانع، انه عند اهل السنة نص القرآن ضاع، عند اهل الشيعة تلتين القرآن ضاع. ف هل هذا صحيح؟ مصادرهم تقول هيك، أنا شو بعرفني؟ ما في. هلأ في قرائن إيرانية في القرن الماضي أو في القرن 19 والـ20 كان موجود في الصورتين اللي تتكلم عنهم الشيعتين، وبعدين حذفوها لأنه مش عايزين مشاكل مع أهل السنة. وقلنا سابقا في حلقات سابقة إنه هناك من يقول عدد سور القرآن هي 111، اليوم هم بيقولوا له 114، لكن هناك من يقول إنه 116. يعني هم بذاتهم مش متفقين. فناس بيقول لك لا، في إعجاز عددي، إزاي عددي عدوا على 111 ولا على 114 ولا على 116 مع الآية اللي أكلتها دجاجي ولا بلا آية اللي أكلتها دجاجي؟ لا، مو دجاجي نبينا، مو دجاجي أكلتها، هي كبيرة على الدجاجي، نعجي 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 سخلي، مش مهم، إن شاء الله بقل اللي يريد، مو مشكلة، بس المهم يفهمونا، خلينا نصفى على نور. لا، بس بطبيعة الحال يعني تجميع القرآن في مشاكل الله، بس احنا سبق وتكلمنا في حلقة سابقة نواقص القرآن ككل. نحن الآن في نواقص الآية، ها، يعني بحدود صغيرة، ها، كل آية بنشوف فيها نواقص. تفضل. طيب نبينا، في سؤال من لافندا عم تقول مصادر، او عم بيقول مصادر القرآن التي ذكرها النبي سامي الدين، هل تجد فيها مثل هذه النواقص من المصادر؟ أنا السؤال تاعه مش واضح إلي. المصادر، يعني المصادر اليهودية والمسيحية. المصادر المسيحية واليهودية تكمل النص القرآني، لأنه النص القرآني أعطيتك قصة داود، وقلت لك إنه قصة داود كاملة هي كذلك، لكن القرآن جاء بالمختصر الكثير حتى أصبحت مبهمة، ومن هنا انجبر المفسرين يعملوا لك عليها كل الخبصة تاعتهم. فالمصادر الأصلية كانت بطبيعة الحال أكبر
من النص اللي وضعوه الآن. وهل قصة داود يعني هي بتحير بذاتها لأنها بحالها ملهاش معنى؟ مستحيل المستحيلات النص القرآني الأصلي بيكون بهذا الشكل لأنها ملهاش معنى. أكيد إنه جزء منها طار. ده مو سخل اللي أكلتها، هذا الثور أكلها أو جمل أكلها، لأنه في جزء كبير من القصة طارت. وبرهان ذلك إنه المفسرين ذاتهم انجبروا يخترعوا قصة، وهذا برهان إنه صار فيها اللي صار. أيضا تفضل. أشكرك نمير. طب نأخذ سؤال أخير من زوم. عم بيقول دكتور سامي، يعني أرجوكم يا أصدقائي زوم، ممكن أنت جديد بالمتابعة، اسمه النبي سامي الديب وليس دكتور. بالتمام. طيب عم بيقول النبي سامي الديب، إيش رأيك برد الدكتور زاكر نايك أن قواعد اللغة كتبت بعد القرآن؟ عزيز قلبي، أخطاء القرآن اللي احنا بنتكلم عنها ليس مرتبطة فقط بالنحو وبالصرف. هذه نواقص القرآن لا علاقة لها لا بنحو ولا بصرف. كتبت قبل ولا بعد مو مشكلتنا. هنا أخطاء لغوية. كتب القواعد اللغوية قبل ولا بعد ما لهاش علاقة أبدا. عندنا 11 نوع من الأخطاء اللغوية، في بعضها مرتبط بالنحو والصرف مثل مشكلة الالتفات، بس موضوع الالتفات بذاته اللي هو أخطاء ليس مرتبط بالنحو وبالصرف ولكن مرتبط بالمنطق اللغوي. مش ممكن تبدأ تقول أنا وبعدين نحن، تمر من المفرد إلى الجمع من دون سبب، أو تتكلم بالمثنى ثم تتحول إلى الجمع. هذا لا علاقة له بالقواعد والنحو. هذا يسمى اضطراب اللغة. اضطراب اللغة صعب نقان بعثر، هذا مرض نفسي معروف عند كل علماء اللغويات وعند علماء النفس. اسمه ايه صاحبنا هذا؟ زاكر نايك. ايوه والله على اسمه. هو شخصية هندية يعني انشهرت في الفترة الأخيرة في الدفاع عن الإسلام، مثل كان في شخص آخر هذا اللي مات ما تذكر اسمه بصراحة. أيوة شو اسمه هذا؟ أيوة مو مشكلة، ما عندي مانع أخي. أنا الكتاب تاعي مو مخبي بالجرور، أنا حاطه على الإنترنت، اللي عايز يجاوب يجاوب. أنا بعته للأزهر، وأنت شفت أساتذة الجامعات في الجامعة الأردنية بيقول لي أخزاك الله يا عدو الله. هل هذا رد على ملاحظاتي؟ لا، فيعني ما في مانع يردوا، بالعكس أنا نشجع الناس يردوا. بالضبط نبينا، يعني أنا بدي أخذ رأيك في كلمة أخيرة مثل ما بقولوا، يعني قبل الكلمة الأخيرة على الأقل، برد يشابه رد الدكتور الجامعة هذا الأردني أخزاك الله يا عدو الله. يعني البرنامج هذا بتعرف بدأ صار له سنة ونص، وثلاث مرات تتسكر القناة وتهكرت القناة، وأول قناة يوتيوب تتهكر يعني من جماعتنا كلها. شو رأيك بتكميم الأفواه بهالشكل هذا؟ يعني ما بدهم، يعني هلا عنا 20 حلقة عن أخطاء القرآن فقط، والبقية الحلقات الأخرى يعني شيء كتير وجع يظهر، ولا طيب ما عندهم غير طريقة للرد غير تحكير القناة مثلا؟ تمام. هو أنا سمعت حلقتك مع الأخت وفاء سلطان وأنت سألتها نفس السؤال، وأنا أتفق معها تماما. أخطاء القرآن هذه مضرب، يعني ده بفكك عقولهم.
لأن هم بفكروا مثل ما قال الأخ حركان، أنا لما قلت لأخ حركان ما تحرقوش القرآن لازم تحترموه، قال شو تحترموا كلهم وجدت فقط 2500 وبتقول لي بتحترم القرآن شو القصة تاعتك؟ فهذول يعني هم بخطأ واحد بيقطعوا لك راسك. تعرف في صديقة لي بتقول لي إنه عندها بنت أخوها زوجة أخوها، هي مجنونة، فهي تخبط وتضرب اللي بتلاقيه في الشارع. بيقولوا لزوجها يا رجل اعظ زوجتك، اعظ زوجتك خليها تعقل. قال شو نعمل لها هي مجنونة، فاهم علي؟ فقالت لي انت لو قلت انه في خطأ واحد قطعوا لك راسك، ما دام بتقول 2500 معناته انت مجنون. فشو نسوي لك؟ شو اسوي ب 2500؟ ها؟ فين مثل ما يقولوا عندنا، فين الجلب اللي بوجعك؟ فين الجلب اللي بوجعك؟ 2500 مثل الواحد بيقول لي لا انت مش مزودها علينا، مش مزودها. انت شايف يعني لو بدك تعد كل اخطاء القرآن 2500 قليلة. صدقني قليلة يا نبينا، يعني أنا اللي هلا هي الحلقة 21، إذا بالحلقات هي نعدهم يمكن يطلعوا أكثر من 2000. مفهوم مفهوم مفهوم، بس أنا علشان قلبي طيب بقول 2500، فاهم علي؟ يعني مش عايز يعتبروها أنا مبالغة. مثل ما قلت لك هذاك اللي قال الله خلق الدنيا في 6 أشهر. فأنا قلبي رحوم، يعني حباب والله، حباب والله، أنتم ما بصدقوا، بس مو بإيدي، قلبي طيب. أنا قلت لكم 2500 رحمة بيكم، ولا لو بدي أقول الحقيقة بطلع 5000. يا نبينا لا تقول 5000، يعني نحن ب 2500 سكروا لنا القناه 7 مرات، يعني تقول 5000 ما بنشتغل بعدين. بعدين بوصلنا على مستشفى امراض عقليه. طيب نبينا انا اشكرك جزيل الشكر على اخي، شكرا. واشكركم اصدقائي. نبينا كلمه اخيره تحب تقولها؟ شكرا على توصيل صوتنا، صوت الجميع وملاحظات اصدقائنا، وارجو من الجميع يعني يشيروا على هذه الحلقه اللي ما فيش لها مثال في العالم العربي والاسلامي ولا في اي جامعه في العالم. الحلقه تاعتك تسوى اكبر درس في جامعه هارفارد، صدقني، يعني مو افتخر بنفسي، لكن هذه الحلقة لا يمكن أن تعمل، لا يمكن أن تعمل، مستحيل، بموجوا بهجوا الناس، مو معقول. ها؟ الأستاذ مسكين بفقد عمله، يعني أنت زعلان يكفلوا لك البرنامج ده، كذاك يطردوه من شغله، تقطع له رزقه. لو يبدأ يعمل درس بهذا الشكل هذا، والله ثاني يوم ببعثوا له رسالة، أخي راح أدور لك على شغلة تانية، راح أدور لك على شغلة تانية، دور على مشاكل مش كل جنسي. بس إحنا بنتكلم بعقل أخجان، يعني أنت شايف إحنا بناخذ آية بآية، وصابر، يعني ولا صبر أيوب، ولا صبر أيوب يعني. أوكي، هذا كل ما أريده، وأكرر الشكر لك، وأتمنى للجميع ليلة سعيدة، وألقاكم على خير المرة الجاي بنفس الصورة، بداية من الآية 172، يعني الصورة 39 بالتسلسل التاريخي، الآية 172. تفضل. تمام نبينا، أشكرك جزيل الشكر، وأشكركم أصدقائي. ومثل ما تعرفوا أصدقائي، بعد ساعة من الآن عنا حلقة عن السؤال: لماذا أنا مؤمن؟ لماذا أنا ملحد؟ خلوكم معنا، وأشكرك جزيل الشكر نبينا، أشكركم أصدقائي، أشوفكم بعد ساعة. إلى اللقاء. إلى اللقاء، مع السلامة. إلى اللقاء.